اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف عشان كلامك ده نقدر نطبقه في المطبخ بتاعنا بطريقه بسيطه، وطبعا بالطرق البسيطه نقدر نعمل اكل صحي. معانا النهارده الكوسه اللطيفه الجميله حبيبه القلب، يعني مفيدة للقلب على فكرة، بتقوي القلب والألياف بتاعتها وتساعد على الهضم وبتعالج مشاكل الإمساك. الكوسة النهاردة هنعملها بوريه بالجبنة الشيدر. الأكلة دي بهديها لكبار السن والأطفال اللي ممكن عملية المضغ عندهم صعبة شوية، فتعالوا نعمل الكوسة النهاردة بما أن هي قيمتها الغذائية عالية جدا، نعملها بجبنة شيدر، والجبنة اختياري على فكرة، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معانا لحمه مفرومه عشان يبقى مطبخنا فيه الهوبر النهارده، ولكن هنقدم اللحمه بطريقه صحيه. نشتري لحمه من عند الجزار نسبه الدسامه فيها قليله، وهنعمل فطيره غنيه بالشوفان. ومش محتاجين نتكلم عن الشوفان، يعني مثلا الشوفان يعتبر هو مكنسه المعده من كل حاجه، الكوليسترول، دهون زياده، الحاجات دي كلها، الياف فعاله وغير فعاله، مفيد جدا. فهنعمله النهارده فطيره بطريقه الخاصه هنهديها لحضراتكم، وحقوق الطبع لدينا وبس. نيجي للطماطم الحلوة، القوطة، يا قوطة. القوطة على فكرة اكتشفت إن هي مصدر غني جدا للكولاجين، يعني نضارة البشرة. ما تيجوا نعملها عصير النهاردة بالعسل والجنزبيل والنعناع. طماطم أو قوطة مفيدة جدا لتقليل الكوليسترول في الدم. القوطة والطماطم مفيدة جدا لمشاكل القلب وأمراض القلب، وربنا يكفي وربنا يشفي كل مريض يا رب. الطماطم مفيدة جدا كمان للحاجات اللطيفة الحلوة اللي هي بتساعد على نضارة البشرة زي ما قلت، ولكن مهم جدا ان احنا نستخدمها صح عشان مشاكل الحموضة. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة، هنطلع فاصل صغير وهتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، احنا اتفقنا مع بعض ان يوم في الاسبوع بنعمل اكل صحي والوقايه خير من العلاج، ولكن نقدر ناكل اللي نفسنا فيه، لان معانا شيف شاطر يخش جوه تفاصيل الاكله ونهرب من الدهون، من الزيوت اللي موجوده في الاكله اللي هي الاساسي طبعا في ان احنا بنحمر او بان احنا بنعمل البصله بتاعتنا. معانا كوسه النهارده هنعملها بوريه بالجبنه الشيدر. وليه اخترت الجبنه الشيدر يا شيف؟ لان طعمها بيبقى شويه غير الجبنه الموزاريلا في الفليفر والطعم، لان هي ما هيش بيتزا. معانا كوسه، معانا بصل وتوم، معلقتين من زيت الزيتون، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر، ومعانا الجبنه بتاعتنا شيدر شرايح. هي دي المقادير البسيطه السهله. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي؟ واحده واحده كده مع بعض. بنشتري الكوسه، واحنا بنشتريها طبعا نحط في الاعتبار تكون طازه وزي الفل. بنخلص طبعا من الزهره بتاعتها اللي بيبقى فيها زي شوك صغير كده، وتتغسل الكوسه عندك ب تجيبي في الفرشه بتاعه الغسيل بتاعه الاطباق، بيبقى في منها ناحيه خشنه وناحيه ناعمه. المقادير على الشاشه تقدري تكتبيها ورايا. كوسه تاني، جبنه شيدر، بصل، ثوم في المقادير بتاعتنا، وملح وفلفل وزيت زيتون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. زي ما قلت لحضراتكم مهم جدا تشتري الخضار بنفسك، متعه كبيره وانت بتنقي الخضار من عند الراجل الفكهاني او بتاع الخضار خير ارضنا، سواء كوسه، بطاطس، طماطم، ايا كان، بتحس بالمتعه لانك وانت بتشتريها بتتخيلي الاكله وانت بتعمليها، فده مهم جدا. لما بنقول المطبخ رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، من بدايه ما بنشتري الحاجه. هناخد الكوسه بالشكل ده كده، بنقطعها مكعبات، وتعالوا مع بعض نشوحها الأول مع البصلايه والتومة عشان نحضرها للبوريه. احنا واخدين فكرة عن البوريه ان هو حاجة بتتسلق وخلاص، لا، الموضوع النهاردة مختلف. بالشكل ده كده. وعلى فكرة الكوسة البوريه، بطاطس بوريه، بسلة بوريه، سبانخ بوريه، الحاجات دي كلها مفيدة لكبار السن والأطفال. عندك حماتك بتزورك، عندك ماما، احنا مكلفين على راحتهم، ومفروض علينا نعمل الاكل اللي هم بيحبوه مش اللي احنا بنحبه بس. معانا الكوسه بالشكل ده كده اتقطعت، هنبدا نشوحها. حلو قوي، الكلمه الطيبه دايما بتدينا روح، تدينا دافع حلو، تدينا نشاط،
بتدينا طاقة إيجابية إن إحنا نعمل بكل ما نستطيع حتى نرضي حضراتكم. الكوسة بالشكل ده كده زي الفل، حلو قوي. بعمل إيه؟ بحط عليها بصلاية ناعمة زي الفل أهي، الكوسة، وأحط على البصلاية دي يا عم الشيف شوية توم. أنا بهرب من تحمير الكوسة في الزيت، بحط عليها شوية ملح صغيرين. وعلى فكرة وجود الملح مع الكوسة وهي لسه ما اتحطتش على النار، أول ما نشوحها هتلاقي لونها أخضر وبقى زي الحلاوة. نحط شوية شوية روزماري، كل ده مع الكوسة. الكوسة معايا اهي زي الفل. تاني عملت إيه يا شيف؟ أنا قطعت الكوسة، حطيت عليها بصلة ناعمة، شوية توم طازة زي الفل. ما تستخدميش التوم البودر في الأكل خالص، ويفضل الأكل الصحي، ما تستخدميش الحاجات اللي هي مجففة، خليك استخدم الطازة. الطازة طبعًا عندنا الكوسة، عندنا البصل بتاعنا، عندنا التوم أهو بالشكل ده كده. حمرت قلبت الكوسة بعد ما قطعتها مع زعتر وروزماري مع توم وبصل مع زيت زيتون، شوية ملح لطاف حلوين. باخد الكوسة كلها زي ما هي كده في حلة على النار شديدة الحرارة. حلو قوي. الله. وقلبها، شوحها بقى كلها مع بعضها كده. وعندي ميه بتغلي على النار. ممكن الميه دي تكون شوربه فراخ، مش هتقول لا. ممكن الميه دي تكون شوربه لحمه، قللت الدسم برضه، مش هتقول لا. حلو قوي. معانا يا صديقتي البرنامج سجده. يا مساء الانوار والاشعار، عندي ليك قصيده متميزه. يا شيف مغازي يا أكبر مدرسة، أشكرك أشكرك يا قمر يا عسولة. لحوم طيور أسماك، كل اللي نفسك فيه معمول بأستاذة. ما هو شيف مغازي أكبر مدرسة. معلومة مش معلومة تسمعها كل ست مش متأسسة. ما هو شيف مغازي أكبر مدرسة. أشكرك يا أختي يا خالتي يا عمتي، طبقي وصفات الشيف بطريقة كويسة. ما هو شيف مغازي أكبر مدرسة. أشكرك الكلام والله العظيم أنا مش عارف. عنده فن وإبداع. أشكرك هيخليكي ست بيت شاطرة متميزة. ما هو شيف مغازي أكبر مدرسة. أشكرك تتصلوا يرد عليكم فرسان مزيرو بطريقة كويسة. ما هو شيف مغازي أكبر مدرسة. أشكرك يجاوب على كل تساؤلاتك بحرفية وطريقة مميزة. ما هو شيف مغازي أكبر مدرسة. شياكة أناقة لباقة، منين يا عم الشيف؟ من مزبير. الله عليك، أشكرك يا سجدة. عندي كم سنة يا سجدة؟ أنا عندي 13 سنة. الله، في سنة كام؟ رايحة أولى إعدادي. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب وتكوني دكتورة. عايزة تبقى إيه لما تكبري يا سجدة؟ عايزة أبقى شيف يا شيف. عايزة تبقى شيف. انا بقى هتبناك يعني، بس تخشي وتبقي شيفه انا هعلمك واخليكي معايا على طول يا سجده. اشكرك كلامك الحلو ده. انا عايزه اسال حضرتك. اتفضلي. عايزه اعرف مشروبات توطي الضغط، عشان والدتي دايما ضغطها بيبقى عالي. الله يرضى عليك يا بنتي، اشكرك. حاضر، عينيا. مشروبات تقلل الضغط، منها الطماطم اللي بعملها النهارده، والكركديه طبعا مفيد جدا. ولو في الضغط مشكلة يعني ممكن يعني تستشير دكتور متخصص، ولكن أنا بطريقتي أقدر أعمل لك الأكلات اللي هي بتعالج الضغط، منها الطماطم، منها الكركديه، الحاجات اللي، والكوسة برضو مفيدة على فكرة. ولكن عايز أقول لك حاجة يا ساجدة، للأمانة الكلام الحلو ده يعني مش عارف، أنا يعني ما قدرتش أشتغل وأنا بسمعه بصراحة. ولكن يا أستاذة رحاب، فريق العمل الجميل، عايزين ندرس موضوع إن إحنا نستضيف الأطفال الجمال الحلوين اللي بيتابعونا يوم في الأسبوع، نختار طفلين أو طفل حسب الرغبة ويكون معانا أنا في البرنامج، واللي هم طبعاً من الأشد المعجبين بالبرنامج بتاعنا، إن إحنا نكافئهم إن يجوا معانا في الاستوديو بتاعنا ده كده ويقدموا مهارتهم في المطبخ. ده رجاء خاص يعني. الكوسة بنقلبها كده مع زيت زيتون لغاية لما شم ريحة البصلاية مع التومة والتوابل بتاعة الحلوة أهو. إيه الهدف من التشويحة دي يا عم الشيف؟ إن الكوسة بتشرب التوابل، إذا كان روزماري أو زعتر الأعشاب. وعندي مية بتغلي على النار، المية دي أنا محضرها طبعا زي ما حضراتكم شايفين. بشيل دي من هنا، احنا حاطينها عشان لو هنسلق حاجة. عينيا اهي 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 اهي، يلا العب. هو ده
شايفين الخضار بتاعت الكوسه جه منين؟ ان انا حاطط شويه ملح على الكوسه وانا بشوحها. دايما كوسه، بروكلي، سبانخ، عايزه الخضار والجمال بتاعها، لازم تحط شويه ملح مع الماء المغلي. نقلبها كده ونسيبها بقى تستوي مع بعضيها. في الاخر بنهرسها، والتركية الأخيرة إمتى نضيف لها الجبنة وإمتى نقدمها لحضراتكم. الكلام ده هنشوف التفاصيل دي بعد إن شاء الله 20 دقيقة من الآن. حلوة أوي الكوسة كده، خلصنا منها. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير فطيرة اللحمة بالشوفان، هنعملها مع بعض إزاي. إزاي يا شيف أكل صحي وفطيرة؟ تعالوا نشوفوا المكونات بتاعة الأكلة ونبحثها مع بعض ونقدر إن إحنا نشوف تفاصيلها. شوفان، حبوب الشوفان كاملة معانا. معانا لحم مفروم الدسامة فيه قليلة، النظافة أهم حاجة. معانا بصل وتوم، زيت زيتون يا عم الشيف في المقادير، وملح وفلفل. والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بتليفونك أو تكتبيها ورايا. حلو أوي. أول حاجة اللحمة المفرومة بخلطها، بجهزها. حلو، مع بعض كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمه المفرومه، نشيل الورده دي الحلوه دي، بهديها لسجده، ورده حمراء هي سجده مني. ومعانا اللحمه المفرومه الحلوه دي كده، بننزل بقى هنا اهي، لو ملاحظين نسبه الدسامه قليله. بنحط على اللحمه المفرومه دي يا عم الشيف بصلايه ناعمه زي ما كان اهي، وشويه ثوم زي الفل، الخضره بتاعتنا بقدونس، كل ده يا شيف. ركزوا معايا في الموضوع ده، مهم جدا. شويه روزماري حلوين كده في المقادير، معلقه دقيق صغيره في المقادير. امشي على الطريقه بتاعتي دي كده هتعجبك قوي على فكره. معلقه دقيق صغيره في المقادير اهو. البهارات بتاعتنا ملح فلفل، والملح دايما ملح سكر، بتعملي اكل صحي دايما خليه بالسالب ما تكتريش. حابه تحط شويه بابريكا، بابريكا حلوه على فكره اهي، شويه كركم مفيد، الكبد، كل البهارات دي زي الفل يا عم الشيف. حلو قوي. عندي بياض بيضه، بفصله كده واخد بياض بيضه في المقادير دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده. ليه بياض بيضة يا شيف؟ عشان اللحمه دي ما تكشش مني. ناخد كمان بياض بيضة عشان دي كميه اللحمه، عايزه كمان واحده. التركايه دي مهمه جدا على فكره، وجود بياض بيضة في المقادير ما يخليش اللحمه تكش منك. الصفار ده ما يترميش، تستخدميه استخدامات كتيره قوي، في طبق عجه، في عمل كيكه زي ما انت عايزه. بناخد الخليط ده زي ما هو كده بايدينا اهو، ونقلبه كويس. تاني عملت ايه يا شيف؟ اللحمه، معلقه دقيق صغيره، حطيت بقدونس، حطيت بصل ناعم، ثوم، البهارات بتاعتنا حسب شهيتك يعني، ملح وفلفل، بابريكا، عايزه تحط حبهان حطي، كل ده مع بعضه. خلونا ناخد بعضينا، سيبوني اعجن اللحمه دي مع بعض كده عشان لازم ان هي تتخلط كويس. مش هنضربها على كبة ولا على مفرمة، احنا نعجنها بايدينا كده. ونجهز الشوفان، والتركية الاخيرة لعمل فطيرة اللحم بالشوفان هنشوفها بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركاية المغازي. الشوفان يا شيف مغازي ما فيهوش الياف. طب انا عايز اعمله فطيره، اعمله ازاي؟ بنستفيد طبعا بالشوفان المطحون الناعم، معلقتين، ومعلقتين من الدقيق، تاني معلقتين من الشوفان المطحون مع معلقتين دقيق، بنقلبهم مع رقائق الشوفان اللي انا عايز احسها واتلمسها وانا باكل الفطيره بتاعتي. وانزل بالبهارات بتاعتنا على الخلطه الحلوه دي كده، نفس تقريبا البهارات اللي نزلت بيها باللحمه، ملح وفلفل، شويه بابريكا زي الفل،
ونقلبهم على الدقيق. حلوة. ونستعين بمعلقتين من زيت الزيتون. لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، دي خبرة طهوية، رؤية، فن، إبداع. بنقلب دول مع بعض، وأنا بقلب كده المزيج ده كده، أتأكد إن الشوفان شرب التوابل، شرب معلقتين زيت الزيتون بالشكل ده كده، شوفان مطحون، معلقتين من الدقيق مع رقائق الشوفان اللي بتتباع في أي سوبر ماركت، شايفين إزاي أهو بقى عند الخليط ده. أستعين هنا بشوية مية، مش مية سخنة، مية عادية، ونقلب كده أهو، نلم الخليط ده زي ما هو كده، كأنك بتعملي تشيز كيك. إيه هو التشيز كيك؟ بنطحن البسكويت، بننزل عليه ببشرة ليمون وزبدة طرية، ونعجن العجينة بتاعت البسكويت، نفس الفكرة أهو. بس طبعا بدل ما نحط زبدة عشان ما نتفهمش إن إحنا حد ما يكونش متابعنا من البداية، أنا حطيت مية أهو، شايف الخلطة أهو، عايز اشقشاء ميه كده على ايدي، على ايدي بس، خلاص بنقلب كده اهو. تمام. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هشيل كل ده. هناخد الشوفان ده كده اهو. ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره؟ بيقول لي الكبه بالصينيه. ايه اللي عرفك انت بالكبه بالصينيه؟ انت طباخ شاطر بقى. كبة بالصينية بتتعمل كده، برغل ناعم، لحمة مفرومة، يمتحنوا في الكبة، ياخدوا البهارات العربية، بعد ما بتتقلب كلها مع بعضيها بنعملها بنفس الشكل ده، طبقتين بينهم لحمة مفرومة وشوية صنوبر. نفرد العجينة كده ونحط هنا ده كده. صينية الكنافة، صينية البسبوسة اللي ما استخدمتهمش من رمضان اهو، شفت عجينة الشوفان دي اهي، واخد العجينة دي كده واحطها هنا كده. حلو قوي، سؤال حلو مخرجنا، قال لك خبز الشوفان لازم الشوفان هنا ينطحن ناعم بودر، لانه طبعا الشوفان مفيد جدا وقيمته الغذائية عالية جدا، وبياخد عادي شوية بيكنج بودر، ما بياخدش خميرة، بتعجن بمية عادي وزيت زيتون نفس الطريقة، بس الشوفان هنا يكون مطحون. وده طبعا مفيد جدا للناس اللي عندها مشكلة مع مادة الجيلاتين اللي موجودة في الدقيق، استخدموا دي الشعير، دي الشوفان، دي الرز، الحاجات دي كويسة. كده الفطيرة بتاعتي زي الفل اهي، كده بنعمل بيتزا. هشيل دي من هنا ونيجي للحمة المفرومة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ شوية زيت كده على الرخامة على البلانشة بتاعتي بالشكل ده كده. تعلم الفكرة دي هتعجبك، هتريحك في حاجات كتيرة اهو. هناخد حتة اللحمة المفرومة بتاعتنا، نشيلها بالراحة كده ونحطها تاني. ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني. حته لحم مفرومه كده نفرتها هنا كده. تغليفه الزيت دي بتساعدك في ان اللحمه تتفرد، ما تمسكش في البلانشه، ما تسيبش اثار في البلانشه، وتتشال معاك كده بكل سهوله. حط هنا في الاخر بنوصلهم ببعض. كل دول هيخشوا الفرن دلوقتي في درجه حراره 180، كأنك بتخبزي بيتزا. لما نقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، اخدها كده نفس القصة. تعليم الحركات دي هتعجبك قوي في المطبخ، تخليكي كده عندك ثقة في نفسك وزي الفل. ما عندكيش ورقة زبدة، هو المفروض على ورقة زبدة، بس أنا عملتها على البلانش عادي. حتة اللحمة دي اخدها صار، افرتها كده وافرتها كده، اللهم صل على النبي، وسعها هنا بالتساوي.
اهم حاجه وجود بياض البيضه مع معلقه الدقيق مع التوابل اللي انا حطيتها مع اللحمه، ده بيساعد طبعا على عدم الانكماش للفطيره بتاعتي. اللحمه المفرومه مش هتكش منك طبعا، بنعملها بالشكل ده كده بقى، نتدخل بالسكينه عشان نعمل شكل حلو كده اهو، الاطراف دي لازم. انا بيسرني الكلام الحلو على فكره، مشاعر وطبعا احاسيس، ان انا طول الليل اذاكر وطول الليل افكر، لان ما تعرفوش حضراتكم المجهود اللي انا باخده علشان اعمل حاجه جديده غير اللي انتم متعودين تشوفوها. ده مجهود كبير على فكره، مش من فراغ يعني. اصعب حاجه ان انا هعمل ايه بكره؟ انا بهدلك الصينيه الحلوه دي يا حوده. على فين يا شيف؟ اوبا، درجه حراره الفرن عندي 180، وقولوا معايا بصوت عالي كده: حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. ايه الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ يلا استاذ المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري اه مكانها هنا زي الفل. عايز لها برضو من الوقت تقريبا 20 دقيقه. معانا الكوسه هنهرسها طبعا، ومعانا العصير اللي هو طبعا مفيد جدا لمريض الضغط ومريض السكر ومشاكل البشره، والكولاجين الحلو اللي يخلي نضاره البشره كده مورده وزي الفل. اشربي عصير طماطم، مش بتاكلها طماطم، اشربي عصير طماطم بالعسل بالسكر، اهم حاجه عشان مشاكل الحموضه لو بتعمليه لجوزك او لاسرتك. خلينا نطلع فاصل صغير، او تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتقديم الكوسه النهارده بشكل جديد وطعم تاني. اهديها لحماتك جايه تزورك، ماما بابا حماكي عشان ما يزعلش، كبار السن. الاكله دي مفيده جدا، الاطفال الحلوين اللي بيحبوني وانا بحبهم اكتر ما بيحبوني، كل ده مع بعضه انا هنا هبني الهرم الغذائي. الكوسه دي انا طبعا قلبتها في البدايه خالص من بدايه الحلقه مع بصل وتوم مع شويه روزماري وشويه زعتر، البهارات الحلوه، وعلى النار استوت. وفي الفاصل احنا طبعا طحناها بالشكل ده كده اهو في الخلاط بالهاند بلندر بتاعك زي ما انت حابه، بمفرمه الكوسه ومفرمه البطاطس زي ما انت حابه اهو. ومعانا تغلى على النار، بناخد كبشه شوفان بايدينا كده اهي 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 شويه دول كده في قلبيها. هو ده، دي مش في المقادير يا استاذ رحاب، معلش سامحيني اه، جت على بالي اه اه. ونقلب الشوفان في قلبيها اه اه اه، معايا الكاسرولة اه طبعا. انا ما تنسيش انت حاطه البهارات، اوعى تحطي ملح تاني، خلي بالك كل ده نازل مع الكوسه قبل ما واحنا بنشوحها اه. زي الفل، انا اخدتها زي ما هي كده زي ما هي كده. يلا اساتذتي فرسان التلفزيون المصري، الكوسه اه هو ده. ايه ده ايه ده، نازله تتناغم بخضرها وجمالها اه 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 اه. معلقتين الشوفان عدلوها هنا اه زي عدل العروسه كده اه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام، شرايح الجبنه. الله، حاجه جديده دي يا شيف، احنا متعودين ناكل كوسه جريتان فيها لحمه مفرومه دسمه بشاميل، موضوع جديد. وعلى فكره في محلات الجبن في جبنه الدسامه بتاعتها قليله تقدر تجيبيها اه. الله، هو ده اه اه اه. دي لما تسيح بقى دلوقتي هنحطها على في الفرن بتاعنا على الشبكه كده، ونشوف الجبنه دي بعد ما تسيح. برضو دي حقوق الطبع لدينا وبس آه. كل يوم مع بعض حقوق الطبع لدينا وبس. شفت النيه الحسنه؟ شفت الواحد لما يشتغل من قلبه؟ والله العظيم ما هي محسوبة ولا أنا رتبت لها إن تيجي الجبنة بالشكل ده كده، لا لما نخرج الصورة، لا إخراج يعني شكلا وموضوعا زي ما هي كده. يا عم الشيف على فين؟ على فين؟ قل لي ولا تخبيش يا زين، إيش تقول العيل؟ رشة زعتر نخدم عليها بقى، عايزين ندي للجبنة طعم وفليفر، إيه المشكلة هنا؟ هو ده. ايه ده يا شيف اللي بتحطه؟ بابريكا، بعشق البابريكا انا، تفتح لي النفس على الاكل دي لما تسيح مع الجبنه. جربي
هناخدها في الفرن وندخلها. نبص على اللحمه بتاعتنا، ايه الاخبار؟ يلا نضرب عصفورين بحجر، نبص على اللحمه بتاعتنا في الفرن مع الشوفان اخبارها ايه، ونشوف كمان مع بعض مكان الكوسه. مع الشوفان. العب. زي الفل. ايه المطلوب من الفرن يا شيف؟ ان الجبنه دي تسيح. في الفرن. يلا ده الفرن ده فيه كنز كنز. عجبني قوي الكوسه مع الجبنه. كبار السن الاطفال الحلوين اللي انا بحبهم ياكلوا من دي النهارده. تعالوا مع بعض نعمل عصير السعاده، عصير مفيد للقلب، مريض الضغط، كولاجين، نضاره بشره، بيخسس، بيقلل الكوليسترول في الدم. طماطم مفيده جدا. معانا مشكله معاها ان هي بتعمل حموضه، انا هعملها بالعسل النهارده. بتستخدميها في استخدامات اخرى، معلقه سكر وهكذا. فهل في عصير طماطم حلو؟ في عصير طماطم حلو. مقاديره على الشاشه. الطماطم هنقشرها ازاي؟ هنشرح الموضوع ده. تلج وجنزبيل طازه او بودر اللي موجود، بس يفضل الطازه. وانا جاي الصبح ما لقيتوش في طريقي، فجبنا البودر معانا. المصداقيه والشفافيه ده شعرنا على شاشه القناه الاولى، ومعلقتين او مرتين من النعناع الاخضر. تعالوا مع بعض نقشر الطماطم ازاي. يعني انا ام الله يرحمها ما كانتش تقشرها، كانت تضرب في الكبه او في الخلاط او تعصرها بايديها في مصفى وتنزل البهريز او التفل بتاع الطماطم ده في المصفى مع البذر، قشره الطماطم مع البذر، عشان نتكلم الصراحه يعني، ما كانش لا في خلاط ولا في هاند بلندر ولا هاند ميكس ولا الجو ده كله. ولكن تتقشر ازاي دلوقتي؟ بتجيب ميه مغليه، بناخد الطماطمايه بنقطعها من فوق كده. القشره بتطلع لوحدها والله يا شفيق. بالشكل ده كده. زي الفل. على فكره القشر ده ممكن يتجفف ويتعمل جارنش او برزنتيشن للاطباق اللي انت بتعمليها، اطباق اللحوم او الفراخ. ده ما يترميش براء امانه والله. يا اما تحمصيه يا اما تسيبيه كده، هيبقى مجفف زي الطماطم المجففه، تستخدميه في حاجات كتيره. قشرنا الطماطم حلو، وعندنا الخلاط بتاعنا الحلو، وزي ما هي كده، مش هنقطعها زي ما هي. بس طبعا لازم تشيلي طبعا الايه؟ البتاع بتاعها من هنا، الزهره اللي بتبقى موجوده هنا بالسكينه كده، عشان ما تاخديش من لحم الطماطميه. في قلب الخلاط اهوت، وتحطي ورق النعناع الاخضر، مهم جدا، بلاش العرق بتاع النعناع. ليه يا شيف مغازي؟ لان عرق النعناع بيدي مرار، ربنا يكفينا شر المرار. ومعانا النعناع اهوت، مقطفين الورق بتاعه نعناع بلدي كده حلو. ورق النعناع يتفرم من غير العروق، لو انت بتفرمي تبوله فتوش حذاري تفرمي العروق بتاعه النعناع، هتمرر لك الحاجه. ومعلقتين جنزبيل اختياري. الجنزبيل بيعمل ايه يا شيف؟ بيقلل الكوليسترول في الدم، وبينشط الدوره الدمويه في انحاء الجسم. هنعمل الخلاط هنا زي ما هو كده. ونحط العسل ونشغل الخلاط. حلو تمام. خلاص شكرا. مصدق الخلاط. كل ده مع بعضه ماء مسلج مع التلج بتاعنا اللي احنا حطيناه. معانا اتصال استاذ رحاب. ماشي حلو قوي. حاضر، بس خلينا اشوف الفرن بيناديني. بيناديني الله. ما تيجي نطلع الجبنه. حلو قوي، عجبني شكلها كده، لان انا طبعا نزلت بالجبنه على الكوسه وهي سخنه، خلي بالك، فده بيساعد على ان الجبنه تسيح بسرعه. الله، اللهم صل على النبي. يلا تعمليها لاولادك النهارده، تعمليها لحماتك النهارده،
ناخد الكفته بتاعتنا او الصينيه بتاعتي ونحطها فوق كده، هو ده زي الفل ترتيب الفرن. العصير بتاعنا ضفت ايه بقى؟ ضفت العسل، رجع لايامنا عسل كلها يا رب. طبعا انا قفلت الخلاط وحطيت العسل. دي عايز اقول لك بقى ايه اللي بيهرب من الكوسه ويقول لك الكوسه والله طعمها لا 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 خالص، الجبنه هنا مع التوابل زي ما بنحمر شويه مكسرات كده مع شويه توابل مع المكسرات، تحط شويه توابل. تاني المعلومه دي، زي ما بنيجي نعمل المكسرات لوز فول سوداني ونحط شويه توابل عليهم كده، طبعا بيبقى طعمهم ايه حلو. نفس القصه مع الجبنه، تحط لها توابل تقدر تاكل معلقه واثنين وثلاثه حلوه. النظافه يا شيف اهم حاجه. العصير بتاعنا زي الفل. خلي بالك العصير الطماطم زي عصير الجوافه لما بيتعمل ايه اللي بيحصل؟ دايما بيحتاج للتقليب، فتبقى عارفين شالومو دلوقتي، الشالومات الحلوه بتاعت السموز واللي احنا عارفينها، فبتجيبيها. ليه بقى يا شيف؟ علشان العصير ده لازم قبل ما يتشرب يتقلب، حتى وانا هصبه دلوقتي اهو، ده الطبيعي يعني. طبعا على الهوا ممنوع ان انا ايه اشرب، بجد ده احلى افطار الصبح لجوزك، هيتنه طول النهار يدعي لك ويفتكرك ويقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. عصير الطماطم مريض الضغط، مشاكل الكوليسترول، الكولاجين ونضاره البشره. لا انا خلاص فاضل شويه واخرج انا يا شفيق. حبيبي اقدر. حبيبي شايفين ازاي بعمل ايه؟ حاجه بسيطه اهيت، بس انا طبعا فاهم استاذنا المخرج. حلوه نشوف اللحمه بتاعتنا في الفرن اخبارها ايه، نطلعها مع بعض جاهزه. انا عايز قبل ما نعمل اي حاجه تنظيم وقتك، وزي ما انا شغال كده ده مطلوب منك في المطبخ على فكره. تلاحظ ان انا اهتميت، سبت الخلاط باللي فيه وفتحت الفرن، كبت اللي تحت فوق واللي فوق طلعته اللي هي الجبنه مع الكوسه علشان اكسب وقتي من البرنامج. انت بقى طبعا انت في المطبخ في البيت ما عندكيش مخرج ولا عندك استاذ رحاب علشان يقول لنا وقتنا خلص قدامك دقيقتين ثلاثه، انتوا لو واقفين مكاني هنا والله هتسيب المطبخ وتجري بره بالوقت اللي انا بسمعه هنا، ولكن جوزك مستعجلك، ولادك مستعجلينك وعايزين نخرج وعايزين نزور بابي مامي، طبيعي بديل للمخرج يعني. هتعملي ايه؟ تنظمي وقتك في المطبخ ووقفتك في المطبخ وترتيبك للمطبخ، ايه اللي اتحط في الفرن، ايه قبل ايه، ده مهم جدا على فكره عشان ما توقفيش في المطبخ وقت كبير على الفاضي وانتاجك يبقى قليل، ده مهم جدا. هنطلع اللحمه بتاعتنا مع الشوفان. صلى على الحبيب. هو ده. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شفت اللحمه؟ لحمة عايزة تهرب من الشوفان، تقول ايه اللي جابني هنا؟ اهي. لا ده انا بص انا عايز الفها كده. اهي. هو ما تخافش يا استاذ ايهاب، زي ما الباشمهندس ايهاب زي ما قلت لك الرخامة هتبوظ. اهي. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ شوية بقدونس. الشوفان مستوي. اللحمة في قلب الصينية. شكلها جميل. الشوفان شرب من الجوسي بتاع اللحمه والبهريز بتاع اللحمه. حريص ان انا احطها نيه، البعض ممكن يقول لك نسوي اللحمه، لا تتعمل بنفس الشكل ده كده، ده مهم جدا على فكره. بنقطعها بقى زي ما انت عايزه، زي البسبوسه زي الكنافه تقدميها لاولادك. الجبنه بتاعتنا مع الكوسه. طبق السلطه الخضراء بتاعتنا دايما متواجد معانا كل يوم بطعم تاني، مرة فيها بصل، مرة فيها زعتر، مرة فيها زيت زيتون، مرة بالثوم، مرة من غير ثوم، وهكذا. مطبخ النهارده مطبخ صحي. وزي ما قلت لحضراتكم احنا مش بنعمل الأكل الصحي القاسي اللي ممكن ولادنا ما ياكلوش منه، لا كل أفراد الأسرة تاكل منه. بنعمل عملية بحث كده جوه الأكلة، عملية إن احنا نشوف مكوناتها إيه، الماتيريال بتاعها إيه، بداية من البصلة والتومة للمادة الدهنية، ونهرب من الحاجة اللي ممكن تؤدي لوزن زيادة، لكوليسترول زيادة، فيها دهون زيادة، ونستفيد بيها ونستغلها أو إن احنا نستبدلها بحاجات تانية خالص، زي عصير الطماطم فوائده كتير قوي. موضوع إن أنا أعرف فوائد الطماطم سهل جدا على فكرة دلوقتي، كبسة زر على التليفون تعرفي كل فوائد الطماطم ومشاكلها.
معانا لها مشاكل طبعا مع مريض اي كان ظروفها، معانا الكوسه بتاعتنا مع الجبنه، معانا الصينيه الجميله الحلوه، ولكن حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من مس بيرو. We'll be right back.